موسم الترشح اليوم بالفوز امام الترجي لتونس حبيبي؟ لا والله طبعا لسه انت بدايه، انت لعبت الشوط الاولاني هنا في تونس، احنا ربنا كرمنا وكسبنا 3 بس طبعا الترجي فريق كبير يعني كسب البطوله كذا مره، فاكيد طبعا هيجي وهيهاجم ويجي نفسه اللي هو يسجل، بس لسه يعني لسه الشوط الثاني عندنا في القاهره ان شاء الله، يعني الصفحه ديت وانتهت، ركز ان احنا العوده ان شاء الله نكسب ثاني، لان مش عايزين اي مفاجاه زي ما انت قدرت انت تكسب هنا. هو الترجي طبعا هيجي يلعب نفس الطريقه، بس احنا ان شاء الله قادرين احنا نكسب باذن الله ثاني هناك ان شاء الله. اليوم الاهلي يستفيد من غياب الجمهور، ربما كان له دعم قوي كما عندكم جمهور في مصر، وربما من اخطاء وهشاشه الجانب الذهني اليوم للاعب الترجي. اكيد طبعا، اكيد جمهور الترجي طبعا يعني جمهور كبير دايما بيساعد الفريق هنا، فاكيد اكيد احنا استغلينا ديت، قدرنا ان احنا نعمل كده، قدرنا ان احنا الجمهور النهارده مش موجود، قدرنا احنا نستغل ديت، فدي حاجه كانت في مصلحتنا، فالحمد لله يعني الحمد لله دي قدرنا ان احنا نستفيد بيها زي ما بقول لك، فدي قدرنا نكسب ان شاء الله باذن الله، الجمهور عندنا يبقى دافع لينا اكتر ان شاء الله باذن الله في القاهره. شكرا. اهداف نتيجه خلينا نقول نوعا ما حسمت، وبالتالي ممكن تفكير في المنافسه النهائي اللي ممكن يكون سان داونز، وتفكروا في ثار كروي من سان داونز لكن هو في المنافسه. بص والله مش هقول لك اللي احنا بنفكر في سان داونز او الوداد او النهائي، لا احنا لسه المباراه الاولى للمباراه العوده الترجي الاول ديت هنركز فيها ديت، نقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نكسب الاول، بعد كده نركز بقى في النهائي، لسه انت برده ما تعرفش سان داونز ولا الوداد اللي هيوصل، فاحنا بالنسبه لنا احنا مركزين اللي احنا عايزين نوصل النهائي الاول، وبعد كده ان شاء الله نشوف ديت حاجه ثانيه ان شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا مي هداف.